السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اليوم الكشف رسميا عن الشكل النهائي والأخير اللي قبل جزء الإكس 600 2022، الجيل الجديد والشكل الجديد. هم تلاحظون أبرز التغيرات صارت في الخلفية، حيث أصبح مقارب لجيب لاند كروزر 2022، بالصباط متصل على كامل السيارة LED، وهذه الصور مأخوذة من نفس التسريبات التي قامت بها سابقا في رمضان تويوتا لاند كروزر 2022، وهو الشكل النهائي والمتوقع لجيبل اكسس الاكس 600. منتظرين موعد اطلاقه نهاية عام 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.